السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير فواز. مساك الله بالنور لولو، يا هلا ومرحبا فيك، يا هلا فيكم مشاهدينا. البحرين ولله الحمد برهنت من خلال الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، برهنت على قدرتها الكبيرة في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، خاصة بتكاتف جميع أفراد المجتمع من مواطنين وحتى مقيمين عبر تطبيق أهم خطوة في هذه المرحلة وهي الحرص على التباعد الاجتماعي. أكيد يا فواز، وأيضا من أجل سلامة وصحة المجتمع بكافة شرائحه من مواطنين ومقيمين، يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللي تم اتخاذها من قبل الفريق الوطني للحد من انتشار الفيروس. كل اللي عليك تسويه تلبس الكمام وتقعد في البيت وتطلع بس للأمور الضرورية. كلنا ثقة بقيادة وشعب البحرين، كلنا ثقة بقدرتنا على اجتياز هذه المرحلة بكل قوة وإرادة إن شاء الله. الفرق يا لولو بين البحرين والدول الثانية هو أن البحرين وشعبها الله رزقهم بقيادة اختارت أهل الديرة وصحتهم قبل أي شيء. من أول ما بدأت الأزمة يا لولو، والبحرين خلت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة الجميع برفع درجة التأهب وإطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية وحتى التدابير الوقائية المدروسة، واللي ساهمت لحد كبير في تقليل من الأضرار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة. أكيد، والكل يساهم علشان البحرين تنجح في هذا التحدي وتكون خالية إن شاء الله من فيروس كورونا. فاصل ونرجع نواصل معاكم. حياكم الله من جديد، ونبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث عقدت هيئة الرؤية الشرعية جلستها مساء اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال. وأكدت الهيئة أن تعذر رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، واليوم ويوم الأحد راح يكون إن شاء الله يوم عيد الفطر السعيد. وفي خبر آخر، دعا فضيلة الشيخ عدنان القطان خلال خطبة الجمعة بجامع الفاتح الإسلامي إلى بث روح الأمل والتفاؤل، خصوصا في ظل الظروف الراهنة وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم. كما أكد فضيلة الشيخ عدنان القطان على أن العلماء أجازوا أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت بالكيفية التي تصلى بها في المساجد والساحات، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو حتى الخلاء، كما أنه يجوز أن يصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يؤديها المسلم منفردا.
في خبرنا الأخير مشاهدينا في مقدمة البرنامج اليوم، عقد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 عقد مؤتمر صحفي في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا. وقد أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة مواصلة جهود التصدي لفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك. بدورها أكدت السيدة إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة، أكدت استمرار العمل في الأنشطة والمحال التجارية والصناعية والأخذ بإجراءات السلامة والوقاية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا. ونوه المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني إلى أن الحيطة والوقاية والأمل تعد أهم أسس مكافحة كورونا، داعيا إلى عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال عيد الفطر المبارك. وفي ذات السياق شددت الدكتورة جميلة السلمان استشاري الأمراض المعدية بمستشفى السلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني، شددت على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على ضرورة اختصار تجمعات العيد على العائلة الصغيرة اللي تقيم في نفس السكن. فاصل وراجعين لكم. لو سألتوني شنه تعني لك الحياة؟ التصوير لما يوثق لحظاتنا الحلوة، لكن كل هاللحظات ممكن تختفي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا أبو أحمد أعاني من أمراض مزمنة، الموضوع اللي يسهل إصابتي بالعدوى إذا اللي حولي ما خذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. مشاهدينا ننتقل معاكم الحين إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. المايك عندك فواز. شكرا لولو، بالتأكيد راح نستعرضها في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الجمعة 22 من شهر مايو 2020. فقد بلغت الحالات القائمة 4322 حالة، ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 4315 حالة، فيما يبقى 7 أشخاص تحت العناية ونتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 31 حالة، أما المتعافين فيبلغون 4004 حالات. الوفيات 12 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 267 ألف فحص، هي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الجمعة في مملكة البحرين رصد 164 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 94 حالة لعمالة وافدة و68 حالة لمخالطين وحالتين قادمتين من الخارج، وتعافي بالتالي 131 حالة. هذا كل ما لدي وعودة لشلوة. شكرا لك فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله.
حياكم الله من جديد. تواصل مملكة البحرين بذل جهود كبيرة لتعزيز صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، وفي هذا الإطار تم افتتاح وحدة الرعاية الشاملة بمركز عبدالله بن علي كانو الكائن في منطقة عالي، واللي تم تخصيصها لعلاج الحالات القائمة لفيروس كورونا واللي ما تعاني من أي تعرض. تعد هذه الوحدة يا فواز من أكبر المنشآت الطبية المتخصصة للعزل والعلاج، حيث تضم 814 سرير وتدار من قبل وزارة الصحة. خلينا نتابع معاكم هذا التقرير وراجعين لاستكمال باقي فقراتنا. الحقيقة أن مفتاح هذا المكان حقيقة بيكون مكان للبحرينيين المصابين بالكورونا البوزيتيف. المكان حقيقة كبير، يصير حول 814 سرير، وإن شاء الله يعني بيكون بياخذ أغلب البحرينيين اللي أو إن شاء الله كلهم اللي في اللي عندهم أو في عندهم بوزيتيف. وعندنا مكانات مخصصة للنساء ومخصصة للرجال، والمكان الحقيقي جديد وموسع من قبل. الأخوان في الهندسة في وزارة الصحة الحقيقة كانوا اشتغلوا عليه مدة أسبوع بشكل يعني الحقيقة يعني جهد جبار، وبطريقة أنه إبداعية بحيث نتجزأ المكان ونحط فيه كل أسرة، وتقسمت الأسرة كل واحد حوله في أسسارة يعطيه نوع من الخصوصية. وهذه كلها الحقيقة تم في تقريبا يمكن 7 أيام أو نسبيا أقل. لما استلمنا المبنى كان دورنا تهيئة المباني الموجودة إلى استقبال المرضى، فكان مهمتنا أن نتأكد أن التكييف شغال، الماي الحار، الماي البارد، الاحتياجات الثانية اللي يحتاجها المبنى، مثلا أن نحط الستاير أساسا الحفاظ على خصوصية المرضى وباقي الخدمات اللي كان يحتاجها. والحمد لله رب العالمين اشتغلنا وقدرنا ننجز ونجهز المباني في وقت قياسي. إنجاز بعض المهمات في وقت قصير هذه تتطلب عدة أمور، يعني أول أنك تعرف المحيط والبيئة اللي أنت حولها، يعني مثلا المباني مركز كانو لإعاقة مهيئة كان لك صالات معينة، شلون يجيني التخطيط تقسمه بحيث يتناسب مع متطلبات المرضى من حيث المساحة الاستفادة القصوى من المساحة إلى آخره. مثل ما ذكرت لك التحديات الوقت القصير، فكان عملنا مجموعات، تم تقسيم المجمع لزملاء سواء من المهندسة سواء من الأطباء من الممرضين الإداريين إلى آخره، تقسيم كل واحد عنده مهمة معينة ينجزها. التحديات خلقت لنا فرص، والفرص هذه إنها شلون نتغلب على عامل الوقت اللي هو كان أساسي بالنسبة إلينا إحنا. لما تكون الأعداد كبيرة بهالحجم هذا على أساس تحتاج إلى أن تجهز هذا الشيء، فهني عندك عامل الوقت وعامل الفريق اللي بيشتغل معك. التحدي الأساسي إنك إحنا ما إحنا في يعني التخصصات مختلفة، هندسة على أطباء على تمريض على خدمات على هذا كله مثلاً، لكن روح الفريق الواحد وحبهم ان ينجزون العمل في الوقت المطلوب هو هذا اكبر تحدي، وصار لنا فرصه ان احنا خلقناها وانجزت في هذا الوقت. طبعا للحديث اكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتوره جميله السلمان، استشاري الامراض المعديه بمستشفى السلمانيه الطبي وعضو الفريق الوطني لمكافحه فيروس كورونا. اولا دكتوره نشكركم على جهودكم الكبيره اللي تبذلونها من خلال العمل على راحه وسلامه المواطنين والمقيمين، وخططكم المدروسه لمكافحه هذا الفيروس من خلال عده مجالات، واهمها المجال الصحي، حيث تم افتتاح مثل ما تابعنا في هذا التقرير السابق وحدة الرعاية الشاملة بمركز عبدالله بن علي كانو في منطقة عالي، وتخصيصها لعلاج الحالات القائمة من فيروس كورونا. يا ريت تحثينا أكثر عن تفاصيل هذه الوحدة، خصوصا أنها تعتبر قصة نجاح تم إنجازها في أسبوع فقط.
شكرا جزيلا على الاستضافة. في البداية أحب أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتوجيهاتهم السامية ودعمهم المتواصل لدعم وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكتنا الغالية. وبهذه إنشاء هذه الوحدة المتكاملة مثل ما تفضلت في مركز عبد الله بن علي كانو في منطقة عالي جاء كتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، بحيث ترفع الطاقة الاستيعابية المتوفرة الحين في مملكة البحرين حسب خطة الوطنية للبحرين سواء كانت للعزل أو للعلاج. فمثل ما تفضلت مثل ما شفنا المعلومات ان هذا الوحده المتكامله هي تضم الى 814 سرير، وخصصت مباني خاصه الى النساء، مباني خاصه طبعا يكون فيها عوائل، مباني خاصه يكون فيها الى الرجال، وهي سوف تستقبل الحالات المصابه اللي عندها اللي هي مصابه بمرض الكورونا كوفيد 19 اللي ما تكون عندها اعراض وتحتاج الى متابعه يوميا معدل يوميا من قبل الطاقم الطبي والتمريضي للتاكد من ما تكون فيهم اعراض او ان مضاعفات وتقديم العنايه فيهم. وطبعا هذه طبعا انشاء هذه الوحده كان بمتابعه مستمره من رئيس المجلس الاعلى للصحه ورئيس الفريق الوطني الطبي معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، واللي كان يتابع العمل في هذه الوحدة بحيث إن هي جهزت بجميع التجهيزات الطبية والأجهزة الطبية وتوفير الطاقم الطبي والتمريضي حتى يتم تقديم هذه الخدمة، ويتم إن شاء الله تكون كجزء من خطة البحرين لتقليل الحالات والتصدي لهذا الفيروس. نعم، من خلال متابعتنا دكتورة جميلة لموقع وزارة الصحة الإلكتروني، في تحديث شفناه من خلال هذا الموقع أن في 31 حالة تستدعي العلاج، هل هذا يعني أن هناك حالات أخرى لا تستدعي العلاج؟ هل هناك حالات أيضا موجودة في الحجر المنزلي في المنزل؟ لو توضحين لنا هذه الصورة لو تكرمت. نعم، أعتقد جدا مهم توضيحها. بالنسبة للحالات المصابة بمرض الكوفيد 19 مثل ما الجميع يعرف في هذا الوقت إن ما في دواء خاص لعلاج الكوفيد 19. فالحالات اللي هي حسب البروتوكولات العلاجية الموجودة على مستوى مملكة البحرين إن تعطى العلاج إلى المصابين بالفيروس وعندهم يكون أمراض كامنة تجعلهم أكثر خطورة للمضاعفات أو لا سمح الله الوفاة. هذا اللي نحن لازم نبدي لهم العلاج. أما الأعداد الأكبر واللي هي موجودة يمكن ناس تعرف الأعداد الموجودة واللي تنشر على موقع وزارة الصحة، صحيح. أغلب هذه الحالات تكون ما في عندهم أمراض كامنة ولا خطورة ولا أي أعراض مصاحبة، بس إنه يكونون لديهم الفيروس. الفيروس طبعا يكتشف عن طريق الفحص اللي احنا مملكة البحرين طبعا تعتبر من أكثر دول العالم، صحيح. اللي تسوي اللي هو الفحص، تجاوزنا حاليا 200 ألف فحص للكشف عن الحالة. نعم دكتورة، يعني بودنا أيضا نتعرف على طبيعة العلاج نفسه، يعني هل العلاج المستخدم هو العلاج البروتوكولي المتبع في البحرين أم نوع آخر من العلاج؟ هو نفس العلاج اللي يطبق في سواء كانت في وحدة الوحدة الجديدة أو جميع مراكز العلاج الموجودة عندنا، بحيث أن احنا نصنف الحالة هل هي حالة بسيطة أو متوسطة أو شديدة. الشديدة اللي احنا نقول تحتاج إلى عناية مركزة وتحتاج لا سمح الله تكون حالة حرجة، فيمكن حتى في التقارير الناس راح تشوف ان في عدد حالات وتحت بعض مجموعه من الحالات تحتاج الى العنايه المركزه. بحسب تصنيف هذه الحالات يتم التدرج في الخطه العلاجيه. بعض المرضى يمكن يحتاج الى نوعين من الادويه، بعضهم يكون الى 4 انواع من الادويه، وبعضهم يمكن طبعا الجمهور سمع عن العلاج بالبلازما او بعض الادويه الاخرى اللي نستخدمها للمرضى. فكل هذه الموجوده حسب البروتوكول يعتمد على الحاله وضعها، هل هي بسيطة أو متوسطة أو حرجة، وبعدين احنا نحدد العلاج ومتابعة المريض بطريقة دورية، لأن بعض الحالات تكون بسيطة ممكن تتحول تكون أكثر خطورة مع الوقت، وبعضها لا تكون
جاية بطريقة بسيطة وبعدين بعدها تكون ما في أعراض والمريضة تماثل للشفاء بتكرار الفحص إليه والتأكد من خلوه من الفيروس قبل لا يكون يخرج من مراكز العزل والعلاج. نعم، هذه بالنسبة للحالات البسيطة جدا دكتورة اللي ذكرتي، هل ممكن يطبق عليها نظام الحجر المنزلي من خلال الأسوار الخاصة بعملية الحجر المنزلي في حالة اكتظاظ المراكز الصحية أو المستشفيات الخاصة أو المواقع المخصصة للعلاج إذا ما كانوا يعانون من أمراض كامنة فقط يحملون فيروس كورونا؟ طبعا الفكرة اللي تفضلت فيها فكرة جيدة، لكن الحمد لله بتوافر جميع مراكز العزل والعلاج في مملكة البحرين وبزيادة الطاقة الاستيعابية إن شاء الله ما يكون إن هو في الحاجة، وإن شاء الله مع الفترة القادمة وبتعاون الجميع بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية إن شاء الله ما رح تزيد الحالات وإن شاء الله ما نحتاج إلى 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 تغيير خطة العلاج، ولكن مثل ما الكل يتعامل مع الكورونا على سواء مستوى المنطقة أو العالم هي خطة مرنة يعني تتغير مع تغير المعطيات. مثل ما تفضلت إذا كان في لا سمح الله والكل ما يظن يكون موجود إن في زيادة حالات أكثر يمكن يكون فيها هذا الاختيار اللي تفضلت به، بس في الوضع الحالي إن شاء الله ومع كل الإجراءات الاحترازية على جميع المستويات إن شاء الله ما ترتفع عدد الحالات بطريقة كبيرة تضطر إلى أن يكون في يعني عزل في المنزل أو مثل ما تفضلت اكتظاظ في مراكز العزل والعلاج. وإحنا أيضا ننتهز هذه الفرصة نقدم لكم الشكر والتقدير فريق البحرين الوطني وفريق البحرين الصحي أيضا على هذه الجهود المبذولة. الدكتورة جميلة سلمان استشاري الأمراض المعدية بمستشفى السلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني، شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا الكرام في ظل هذه الظروف الصعبة اللي تمر فيها المملكة هناك أبطال حقيقيون يسطرون بحروف من ذهب قصص ومواقف بطولية في التطوع لخدمة الوطن. بالفعل هذين المتطوعين هم في موجودين في مختلف مراكز العزل والحجر ويضحون بأوقاتهم وجهدهم في سبيل دعم جهود فريق البحرين لمكافحة الفيروس. خلونا نسمع منهم شنو الدافع اللي خلاهم يكونون موجودين في الصفوف الأولى في هذه المواجهة لمواجهة فيروس كورونا. خلنا نشوف معاكم. من الصعوبات صراحة اللي نواجهها بعيد عن خطورة الفيروس بعيد عن تعاملنا المباشر مع المرضى هو التباعد الاجتماعي بين أهلنا، إن عقب ما تطوعنا كان وايد شيء صعب إن نبتعد شوي عن البيت، نحاول ما نخالط أي أحد من برا، ما نطلع برا على البيت. في النهاية هاي واجب وطني فزعتنا إحنا شبابية طبية، صراحة إحنا كشباب كادر طبي بحرينيين لما شفنا المسؤولين ولي العهد متواجدين في الصفوف الأمامية ضد عدو غير مرئي، فهذا إحنا أساساً واجب علينا أن نكون موجودين من ضمن الفريق من ضمن الجيش الأبيض ضد هاي الفيروس. أول شيء إحنا هدفنا لما درسنا تخصصات طبية هي خدمة الوطن ورفعة رأس الوطن، فمن تخرجنا صارت الأزمة، فواجبنا أن نوقف في البحرين وهي تحارب هذا العدو الخفي. إحنا هني تطوعنا جنود نحارب عدو خفي، ما مرت أزمة على البحرين وإن شاء الله ما بتمر مثل هالأزمة، فلازم نوقف فيها البحرين ونوقف فيها بكل طاقتنا. إحنا كصيدلانيين هني متطوعين دورنا الأساسي إن مسؤولين إحنا عن كل الأدوية اللي تدخل المحجر وتوزيعها للمرضى، وبعد نعطيهم المعلومات شلون يستعملونها صح، عشان لأنهم بالنهاية يعني محتاجين الاهتمام منا عشان نتأكد أنهم يأخذون أدويتهم صح عشان نعدي يعني هذه الأزمة اللي إحنا قاعدين نمر فيها، وإن شاء الله يعني إن كل المصابين وكل الناس اللي متأثرين بهذه الأزمة يطلعون منها إن شاء الله. ساكن في البحرين من تقريباً الألفينات وصار لي كل سنوات دراستي في البحرين، وطبعاً إحنا تطوعنا مو بس كان واجب على البحرينيين، واجب على كل من احتضنت دولة البحرين، وهذا احتضنتنا طبعاً إحنا وأهلنا، وهاي طبعاً واجب علينا، واجبنا الإنسان إن إحنا نتطوع ونخدم الناس. أنا هني كمتطوعة طبيبة متطوعة في العيادة لرعاية طبية للنزلاء من بداية شهر 3 وأيضاً لأخذ العينات. تطوعنا هني مع مجموعة من الأطباء المتطوعين من بداية الأزمة، لأن هذا واجبنا إن شاء الله تجاه البحرين عشان نعدي هذه الأزمة إن شاء الله معا متكاتفين معا لإنهاء هذه الأزمة على خير إن شاء الله، وأكيد إحنا على أهبة الاستعداد لأي وقت تحتاجنا فيه البحرين إن شاء الله.
أهالينا يعني كان في تضحية كبيرة في أنهم بصراحة يساعدوننا في ذي الفترة. تقريبا من بدينا التعامل مع اللي هو الفيروس الكورونا وتقريبا احنا عازلين روحنا مو شبه يعني عزل مع يعني خلنا نقول تقريبا يعني شبه عزل تام عن العائلة الكريمة. أكيد ما أقدر أروح حق أمي وهي أقرب شخص إلي، وخصوصا في هذه الفترة بعد وفاة والدي، يعني أنا محتاجة أن أكون قريبة منها، ما أقدر يعني أسلم عليها، ما أقدر أحبها، ما أقدر أكون قريبة منها. ولدي ساعات ما أقدر أحضنه، أي من الشغل يقول لي ماما أنت جاية من مختبر، فيعني شوية أنكسر من الداخل. ولادة بنتي من قبل شهرين ما حضت ولادتها إلى أشوفها من بعيد جدا، أنا كوني معزول عن البيت. العيال عدت لهم كثير من التساؤلات، ويمكن بعض التعليقات اللي موجودة مثلا يبا والله نشوفك على التلفزيون يمكن أكثر حتى من نشوفك في البيت. أنا أفتقد الأولاد، يعني ما قادر أحضنهم مثل ما كنت قبل، يعني ما أذكر صراحة آخر مرة ممكن أنا أخذت بحضن وأنا مرتاح. عيد الفطر المبارك أهلنا بابحنا نفتخر فيك نانت في فريق البحرين. عيدك مبارك بابا، كل عام أنت بخير، عيدك مبارك، إحنا نحبك وايد. يدعمني ويقدم لي الدعم. إحنا نحبش ماما وإحنا قاعدين نقدر اللي قاعدة تسوينه، وإحنا مستونسين لأن أنتين دكتورة وتساعدين المجتمع، ونشكر كل دكتور ساعدنا، وكل عام وانتون بخير. شكرا ماما لانك تساعدين المجتمع، انا فخور فيش واحبش واجد. انهم مباركهم بالعيد السعيد. حبيبي حسين ابو دارين، طبعا هذا اول عيد يمر علينا وما راح تكون حوالينا، حبيت اقول لك انا وعيالي كل عام وانت بخير، والله يخليك تاج فوق راسنا. السنه العيد بيكون عن بعد، لكن حبيبتي ام عبد الله انا وعيالك فخورين فيك لانك في الصف الاولى من فريق البحرين. السنه العيد غير بدونك، ويكفي انك رافع راسنا. اوجهها لكم. حبيبي بابا مفتخره فيك ان انت في فريق البحرين، احبك واجد، عيدك مبارك. يبا هالسنه العيد بدونك غير، بس احنا فخورين فيك لانك في فريق البحرين. اتمنى بس ان نتخلص من اللي احنا فيه علشان الكل، يعني الكل يرتاح، مو بس احنا اللي نرتاح، حتى اهلنا اللي موجودين اللي احنا قاعدين نشتغل علشانهم واللي احنا نتعب علشانهم، يعني على هالمملكة الغالية، علشان الكل يرتاح وانتو بعد ترتاح. والحين ننتقل معكم مشاهدينا إلى الزميلة مريم كمال، وأكيد البرنامج المميز والبرنامج اللي فيه 1000 دينار، لكن على شرط لازم تكون موجود في البيت. خلينا ننتقل معكم، مساك الله بالخير مريم وتفضلي. مساء النور والسرور لولوة وفواس في برنامج مجتمع واعي، ألف تحية لكم ولجميع متابعي تلفزيون البحرين. رحب فيكم في فترة من فترات برنامج أنت في البيت، نقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم، ومتواصلين نغرس ثقافة العطاء، نهدي كل ملتزم بكل سخاء، 1000 دينار بانتظاركم، فبرزوا تلفوناتكم وخلكم جاهزين، يمكن تكونون أنتوا الفايزين، خاصة إذا محملين تطبيق مجتمع واعي وموجود اسمكم في السحب العشوائي، وأهم شيء تكونون في البيت ومطبقين مبدأ التباعد الاجتماعي. والحين خلونا نتعرف على البيت الأول اللي راح يفوز معنا خلال هذه الفترة. ميرورينغ اوكي عندك؟ رحب فيكم من جديد مشاهدينا، ومباشرة نروح للبيت الأول
نشوف إذا متواجدين في البيت ولا لا، ملتزمين ومطبقين مبدأ التباعد الاجتماعي. ألو، السلام عليكم. يا هلا، معك مريم بوكمال من برنامج أنت في البيت. يا هلا مرحبا. يا هلا مرحبا أخوي، تعرفني باسمك؟ ألو، أحمد شيخ وياك. أحمد أنت في البيت؟ إي نعم. طيب تقدر تثبت لي أنك في البيت؟ إي نعم ممكن. طيب تعرف شلون تثبت لي أنك في البيت صح؟ لا. تقدر تثبت لي أنك في البيت؟ أخلي أحد من عيالك يعلمك يثبت لك. شلون يصورون لي رقم البيت من برا بالفيديو كول؟ حلو تمام. خالد تعال، ننتظر خالد. طبعا في هذه الفترة أحب أشكر محلات لوسول لمحمد الخان على الديكور الجديد. طبعا احنا مستعدين حق العيد من الحين ومجهزين ومضبطين. عليكم السلام. يا هلا خالد معاي. يا هلا والله. اي نعم خالد حبيبي، تراويني رقم البيت من برا ان شاء الله؟ يا عمري عليك والله. خالد قاعد في البيت ها؟ ما شاء الله كبطل فيديو كول. اهلا خالد. اهلا. هاي. عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ جاهز حق العيد؟ اكيد جاهز. تبيع عيدية 1000 دينار؟ اكيد ابي 1000 دينار. يس، راوني رقم البيت حقك. يفوز ب 1000 دينار. ان شاء الله بتفوز ب 1000 دينار، بس راوني رقم البيت نثبت ان معلوماتك صحيحة وتحصل 1000 دينار. ايوه ما شاء الله عليك. كم عمرك خالد؟ 13 سنه. 13 سنه، واقول لك الف مبروك يا خالد، فزت بال1000 دينار. عيدك مبارك من الحين. شكرا شكرا. يلا مشكور يا خالد، الله يحفظك، مع السلامه. ما شاء الله عليه، يعني يتكلم كنا واحد عود، الله يحفظه. ان شاء الله اخذ اتصال بعد. يلا معلش معلش حمود، عطنا بعد اتصال. يعني ما شاء الله صدق صدق عيالنا يعرفون يتكلمون، يعرفون يتعاملون مع المكالمات، مع عارفين كل شيء. وانا ملاحظه ان متابعين البرنامج الصغار اكبر من اكثر من الكبار. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. الشيخ معك مريم بوكمال من برنامج انت في البيت. اهلا اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا، تعرفني باسمك؟ سليل ابراهيم علي. اخوي هل انت متواجد بالمنزل حاليا؟ نعم. هل نعم تستطيع ان تثبت ذلك لي الان؟ نعم. سيستون. انزين تراويني رقم البيت مع عليك امر، بس علشان اثبت لك ال1000 دينار وتفوز معنا ان شاء الله. شلون اراويكم رقم البيت؟ بالفيديو كول، تصور رقم البيت من برا ان شاء الله. دقيقه بس. نشوف رقم البيت. طبعا الحين بنشوف طالع من البيت متجه لرقم البيت، واقول لك الف مبروك عليك الالف. الله يبارك في حياتك. شكرا جزيلا لك، شكرا لالتزامك، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. مع السلامه. مع السلامه. حلوة كذي تجي لك عيدية من وقت صح؟ خلكم في البيت وانتظرونا، راح نرجع لكم في الفترات القادمة، بس بعد ما نرجع لزملائنا لولو وفواز في برنامج مجتمع واعي. الكلمة لكم. شكرا. شكرا مريم، شكرا. وفعلا ما عليك الا تكون في البيت عشان تحصل هذه الجائزة القيمة. وبعد لا مو كذي، في العيد راح يتضاعف عدد المشتركين، راح يكون في 10 اشخاص ان شاء الله بيفوزون كل واحد فيهم ب 1000 دينار، بس ما عليكم الا ان تقعدون في البيت، يعني الموضوع سهل فواز. جدا، بس انت قاعد في بيتك وال1000 بتوصل لك، و10 مشتركين و10 اتصالات يوم العيد و10000 دينار.
من الجوائز والفائزين إلى وزارة الداخلية، حيث تواصل شرطة خدمة المجتمع بالإضافة للعديد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنين والمقيمين بضرورة التباعد الاجتماعي وأيضا الالتزام بلبس الكمامة. بالتأكيد فواز، وفي جانب التوعية المستمرة تواصل وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي القرارات بضرورة ارتداء الكمامة. أكيد تفاصيل أكثر راح نعرفها في هذا التقرير، خلكم معنا. لازم اي مكان تجاري مكان عام تلبس الكمامة، هاي في غرامة 5 دينار عليك الحين، بس اذا ممكن بطاقة لو سمحت. مشكور، تفضل. طبعا هذه حق سلامتك سلامة اهلك، ما ينتقلك الفيروس. خبروكم في الجهات الرسمية ان عدم ارتداء الكمام تعتبر مخالفة، احر لك مخالفة، توقع لي مع الكاميرا 5 دينار بحرين. نتمنى ان انتم تلتزمون بالاجراءات، تلبس الكمام لان هاي حق صحتكم في البدايه. في حال قدوم الزباين تتركون لهم مسافات الامان بينهم وبين بعض، ويكونوا ملتزمين انهم مرتدين الكمامات. عندكم خبر عن الكمامات؟ ان اي مكان تطلعون لازم تلبسون كمامات، وان اذا ما لبستوهم عليها مخالفه. عدم الارتداء يكون مخالفه. وبالنسبه حق داخل المحلات، طول لي بعمرك، اذا دشيتوا تخلون لهم مسافه امان، تتركون مسافه امان بينكم وبين بعض. اي نعم. والله يحفظكم ان شاء الله. طبعا للحديث اكثر حول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا في الاستوديو النقيب الدكتور عبد الله ناصر البفلاسه، ضابط باداره الشؤون القانونيه. اولا مساك الله بالخير، كل عام وانت بخير. يا مرحبا. يا مرحبا فيك. يعني طبعا احنا عارفين ان في عقوبه محدده لمخالفه ارتداء كمامه الوجه في الاماكن العامه، بدايه هل هناك مواقع مستثناه في هذا الشان؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه كل عام وانتم بخير بمناسبه قرب حلول عيد الفطر المبارك. وانت بخير. عاد الله علينا وعليكم بالخير. وقبل لا أبين لك شنو هي المواقع المستثناة، دعني أبين لك متى ملزم أنك تلبس الكمام. صحيح. نعم. في البداية صدر عن سيدي معالي وزير الداخلية قرار رقم 59 لسنة 2020. نعم. بإلزام مرتدي المحال التجارية والصناعية والأماكن العامة ارتداء الكمامات الواقية للوجه، وعقوبة هذه عدم ارتداء الكمام هي مخالفة 5 دينار تحرر فورا. طبعا كذلك صدر من ديوان الخدمة المدنية تعميم بضرورة ارتداء الكمامات لموظفين الحكومة والمراجعين في مكان عملهم. مكان عملهم نعم. وكذلك وزارة الصحة، وزيرة الصحة أصدرت القرار رقم 26 لسنة 2020 بإلزام العاملين في المحلات التجارية بارتداء الكمامات، بل أنهم ألزمتهم أن ما يسمحون حق أحد يدخل المحل إلا يكون لابس الكمامات. وكذلك وزارة العدل أصدرت تعميم بضرورة لبس الكمامات للموثقين الخاصين والمأذون الشرعي، لأن المأذون الشرعي طبعا مثل ما نعرف إجراءات الزواج غالبا تصير في البيت. نعم. حتى وانت في البيت ساعات المفروض تلبس الكمام. صحيح. في لهم توجيهات معينة. جميل. متى انت ما مسموح لك انك انت ما تلبس الكمام؟ عندما تكون تقود السيارة
واذا كان معك اكثر من شخص في السياره يفضل انك ترتدي الكمام لسلامتك وسلامه اللي معك. يفضل. وكذلك عند ممارسه الرياضه، ولكن لابد مراعاه ان الرياضه تكون بشكل فردي او بشكل ثنائي، ومراعاه التباعد. صحيح. وانه يكون بينك وبين الاخرين مسافه. صحيح. لو تم ضبطك وانت مخالف من برتدي الكمام سيتم تحرير لك مخالفه كالمخالفه المروريه، ولكن الفرق انها ستحرر لك فورا وستدفع فورا في نفس الوقت. في نفس الوقت لو رفض المخالفه، لو رفض وامتنع عن الدفع سيحرر محضر بذلك ويحال الى النيابه العامه لاجراء اتخاذ اجراءاتها، وهني قد يعاقب بعقوبه طبعا اشد من العقوبه اللي هي غرامه 5 دينار. نعم. يعني لو نتكلم اكثر، هل في عقوبه قانونيه على مخالفي التباعد الاجتماعي؟ نعم. خصوصا اذا كان العدد اقل من 5. نعم طبعا تجمع لاكثر من 5 اشخاص محظور. نعم. حسب توجيهات اللجنه التنسيقيه برئاسه سيدي سمو ولي العهد، وتنفيذا لذلك اصدر سيدي معالي وزير الداخليه قرار رقم 53 لسنه 2020 بحظر التجمع في الاماكن العامه لاكثر من 5 اشخاص، وعقوبه مخالفه هذا القرار هي الحبس الذي قد يصل الى 3 سنوات والغرامه التي قد تصل الى 5000 دينار، وذلك بناء على قانون الدفاع المدني الماده 25. كون هذا القرار هو تدبير من تدابير الدفاع المدني اللي هي هدفها سلامه المواطنين. صحيح. وسلامتهم وحمايتهم من المخاطر والامراض والكوارث، واحنا نتكلم اليوم عن جائحه كورونا وهو مرض خطر وينتشر بسرعه ولابد ان الكل يدركه. اما التجمع لاقل من 5 اشخاص لابد انهم يراعون التباعد الاجتماعي، لابد ان يراعون المسافات، واحنا اليوم بعد صدرت قرارات تكون الاسره تجمعها يكون على اصغر ما يكون. نعم. فما بالك تجمع اخرين، فاحنا نفضل انه ما يتجمع اكيد، والتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي. صحيح. نعم. في مبدا النقيب عبد الله، يعني مسؤوليه الفرد في حمايه نفسه ومجتمعه لها بعد قانوني. طبعا. لو توضح لنا هذه النقطه بالتحديد. نعم. طبعا احنا في ظرف يستدعي تعزيز الروح الوطنيه. نعم. والشراكه المجتمعيه، والمسؤوليه قبل لا تكون مسؤوليه قانونيه هي مسؤوليه وطنيه وهي مسؤوليه اجتماعيه. صحيح. فلا بد الالتزام بالمسؤوليات اللي عليك. لأبين لك المسؤوليات لابد أن نلقي الضوء على قانون الصحة العامة. نتكلم عن صحة عامة. نعم. عن مرض منتشر ويعتبر مرض من الأمراض السارية حسب قرار وزيرة الصحة. نعم. طيب عشان أبين لك المسؤولية خلنا أفرق بين المصابين والمخالطين والمشتبه بإصاباتهم، نسأل الله الشفاء لهم. آمين. والأشخاص العاديين اللي الله يحفظهم مو بمصابين. نعم. المصاب أو المخالط عليه حجر أو عزل لابد أن يلتزم بالإجراءات المقررة له. لابد ان يلتزم باجراءات اللي يقولها للطبيب اللي في الحجر، لابد ان يلتزم في الحجر سواء في المنزل او في المؤسسه الطبيه. صحيح. ومخالفته لهذه الاجراءات يعني هو اولا قبل ان نقول عقوبته مسؤوليه اجتماعيه. صحيح. يعني انت لما تكون مريض قد تعرض الاخرين للخطر، مسؤوليه اجتماعيه من داخلك قبل تكون عقوبه، قبل ان نتكلم عقوبه، احنا ما نهدف من عقوبه الناس ولا نقول لك سجن ولا حبس، لا الهدف سلامتك وسلامه المجتمع بالضبط. نعم. فالعقوبة بتكون هي الحبس، والحبس اللي قد يصل إلى 3 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 1000 دينار. ولكن المصاب لو طلع وعرض الآخرين للإصابة أو عرض الآخرين للخطر عقوبته بتكون أشد. يعني عقوبة الحبس وفقا للقانون البحريني من 10 أيام إلى 3 سنوات. لكن عقوبة في الحجر والعزل. نعم. قال الحبس المشرع فقط. نعم. أما في إنما يعرض الآخرين للإصابة تكون العقوبة الحبس ما يقل عن 3 شهور، فرفع المشرع الحد الأدنى من 10 أيام إلى 3 شهور. نعم. لا مو بعشرة أيام، نبتدي من 3 شهور إلى 3 سنوات. رفعها من 10 أيام إلى بداية 3 شهور. عليك نور. والغرامة من 1000 دينار كانت ما تتجاوز 1000 إذا. نعم. كان حجر ولا عزل وما عرض الآخرين، لكن لو عرض الآخرين لإصابة توصل ل10,000 دينار. نعم. وإحنا الهدف طبعاً مثل ما قلنا هو سلامة الناس. صحيح. وإحنا مقبلين على أيام عيد ويعني أيام فرح. نعم. يعني أسأل الله أن يعود علينا وعليكم بالخير. آمين. فأود أن أبين وأكد أن هذه الأيام وهذه والعيد مو بمبرر أن إحنا نطلع عن الإجراءات. صحيح. أو نخالف التعليمات. لابد الالتزام بالتعليمات، لابد لبس الكمام عند الخروج، لابد بعدم تجمع أكثر من 5 أشخاص، لابد أن أخذ بعين الاعتبار والتنفيذ القرارات اللي صدرت مؤخرا من لجنة التنسيقية برئاسة سيدي سمو ولي العهد، وأهمها هو أن تكون الأسرة تجمعها على أصغر ما يكون، والحد من التجمعات العائلية، التزاور، تقليل من التزاور أو منع حتى التزاور، ويكون المعايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. نعم. نعم يعني نتواصل معك أكيد في هذا الحديث الشيق، لكن بالتأكيد بعد هذا التقرير اللي يستعرض بعض إجراءات الحد من انتشار الفيروس. شوفوا معكم راجعين.
نرحب بكم من جديد، ولا زلنا متواصلين مع الدكتور نقيب عبد الله البفلاس. نتحدث عن التوعية القانونية. نعم. الدكتور، كيف يمكن زيادة فعاليتها؟ نعم، طبعا بتوجيه من سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعة من سيدي سعادة رئيس الأمن العام، تقوم الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية. نعم. بالتنسيق مع كافة إدارات وزارة الداخلية للتوعية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تجد لوزارة الداخلية حساب في جميع وسائل التواصل الاجتماعي بهدف أن تصل رسالتها بهدف التوعية القانونية والوقائية، لأن الوقاية خير من ألف علاج. وكذلك مؤخرا طلعت التوعية بأكثر من لغة، يمكن بأكثر من خمس لغات عشان توصل الرسالة للجميع. ومؤخرا استخدمنا طائرات الدرون. نعم. حق طائرات المسيرة حق العمالة الوافدة لتوعيتهم، وكذلك استخدموها الإدارة العامة للمرور مؤخرا. صحيح. فالتوعية طبعا لها دور كبير، وسيدي معالي وزير الداخلية مهتم في هذا الأمر اهتمام كبير، لأن الهدف هو توعية الناس وسلامتهم وحمايتهم. نعم. يعني ما بين التوعية وما بين العقوبة. نعم. هل تشوف أن تغليظ العقوبة سبيل للحد من المخالفات؟ في الحقيقة أنا ما أشوف تغليظ العقوبة، أنا أميل إلى زيادة الوعي. نعم. وزيادة الثقافة، لأن مثل ما أسلفت أن المسؤولية هي مسؤولية اجتماعية ووطنية، وإحنا الهدف منها الهدف مو العقوبة، الهدف سلامة الناس، الهدف أن هذا المرض ما يصل لأحد. نعم. الهدف نحن نتعدى من هذه الأزمة ونكون أقوى بإذن الله الواحد لأحد. وفي الحقيقة أن يعني العقوبة أعتقد أنها هي رادعة تصل إلى 3 سنوات. نعم. حبس، وقد تشدد العقوبة، قد تكون هناك ظروف تشدد العقوبة. نعم. والغرامة تصل إلى 10,000 دينار، وللشخص المعنوي للشركات أو المؤسسات الطبية في حال مخالفتهم قد تصل إلى 10,000 دينار. فأعتقد وأن الملتزمين بالتعليمات يمكن احنا نقسمهم إلى فئتين، فئة لقلة الوعي. نعم. وهذه الفئة أعتقد أن تكثيف التوعية بيكون سبيل ناجع لالتزامهم، وفئة يمكن مهملة وغير ملتزمة. وأنا أكد لك أن هذه الفئة سيكون التعامل معها بكل حزم وبكل حزم، لأن يتعدون على مصلحة عليا. نعم. تفوق كل مصلحة. أكيد. نعم. يعطيك العافية نقيب الدكتور عبد الله ناصر بفلاس، الضابط بإدارة الشؤون القانونية، كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن لمتابعة هذه اللقطات الجوية لمحافظة العاصمة من محافظات مملكة البحرين الأربع، لنفخر بانتمائنا لهذه البلد الطيبة والجميلة جدا مملكة البحرين، وكلنا فخر بانتمائنا للبحرين. يا فخر دار العز لك حب نادين، منزلك وسط القلب والروح والعين، يا شامخ زانت درابة معانيك، على سنعكم دوم بالفخر ماضي. يا شامخ
الشعب والدار جعلك قرير العين يا قرة العين وقت الشدايد موقف الشعب واحد وخاب اللي أكيد نفخر بك يا البحرين، نفخر بكل الجهود اللي قاعدين تقومين فيها، وخصوصاً أن نشوف تواصل جميع المحافظات وبالتعاون مع مديريات الشرطة قاعدين يقدمون وجبات غذائية لأفراد العمالة الوافدة وعدد من الأسر المتعففة. وفي هذا الإطار قامت محافظة المحرق بتوزيع أكثر من 125 وجبة متبعة في ذلك الإجراءات والتدابير الاحترازية. تتابع المحافظات وبالتعاون مع مديريات الشرطة توزيع وجبات غذائية على أفراد العمالة الوافدة المتأثرين بتداعيات أزمة كورونا. في هذا الإطار قامت محافظة المحرق بتوزيع وجبات على أفراد هذه العمالة متبعة في ذلك أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها استخدام كمامة الوجه وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، كما شملت العملية توزيع وجبات غذائية للأسر المحتاجة والمتعففة. تسعى محافظة المحرق بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة المحرق لتوزيع عدد من الوجبات على الأسر المتعففة كذلك على العمالة. العمل اللي نسعى جميعا وجاهدين لتسليم أكبر عدد منهم من هذه الوجبات. نلاحظ أن هذه الوجبات تسلم قبل الإفطار ويتم توزيعها في وقت قياسي ووقت قصير. الآن لله الحمد وصلنا لحوالي تقريبا 17,000 وجبة توزع ما بين الأسر المتعففة المحتاجة اللي تم حصرها خلال الفترة الماضية وتحديد أعدادها وتحديد أماكنها وبعد دراسة حالتها الاجتماعية وحالتها من العوز لهذه الوجبات. نسعى لتوصيل هذه الوجبات إلى مقار سكنها. لله الحمد يعني هناك في زيادة أو اضطراد أو تصاعد في أعداد الوجبات منذ أن بدأنا في بداية الشهر الفضيل حتى اليوم اللي وصل العدد الحمد لله تقريبا 17,000 وجبة. وتبقى الجهود متكاملة مكتسية بالطابع الإنساني، مؤكدة إنسانية مملكة البحرين في تعاملها مع الأزمات باعتبار حقوق الإنسان إرثا حضاري. اليوم هذه الأزمة ساهمت بشكل كبير في الاعتماد على التكنولوجيا في كافة الأمور. اليوم نلاحظ إمكانية إجراء العديد من الخدمات عن بعد عبر منصات إلكترونية توفر من خلالها الجهد وتعب الانتظار، وفي نفس الوقت نعزز من خلالها من مبدأ التباعد الاجتماعي. يعني بالفعل فواز كل الأمور متوفرة للابتعاد عن التجمعات والخروج من المنزل، بس في الحالات الضرورية احنا نأكد أنها تقدر تطلع. أما ابتعادنا عن بعض الأشياء اللي نسويها في يومنا فعلا يخلينا نكون قريبين بإذن الله من مرحلة زوال هذا الفيروس والحد من انتشاره إن شاء الله. يا لولو والله يسمع منك. البحرين حظت بتعاملها الحكيم والمبكر مع جائحة كورونا بإعجاب وإشادة دولية من الخبراء والمختصين في مجال الصحة، وبإذن الله إن شاء الله راح نواصل كتابة قصة النجاح والقضاء على هذا الفيروس. والله يحفظ البحرين وأهلها يا رب. اللهم آمين. وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. فمان الله. فمان الله ومع السلامة.